يوم جمعة يوم خاص للمجموعات، لأن حقيقة خاص شوية نفض الغبار على المجموعات وعلى أغاني المجموعات. يعني هناك جيل الرواد، يعني أبائنا مواليد السبعينات الثمانينات تعرفوا كتير هذه المجموعات، ولكن إحنا يبودنا جيل التسعينات وجيل 2000 وجيل 2015 و2016 أيضا يتعرفوا على تراثنا، على ثقافتنا، على هويتنا المغربية. اليوم تنصدقوا مجموعة مسنوة شخص سي عبد الفتاح الدرازي، أيضا سي عبد الواحد مدوني وسي حسن مدوني. أيضا تحية كبيرة للإخوان اللي ما قدروش يكونوا معنا، سي الحسين سي مصطفى والسي تونسي، تحية لهم. مجموعة مسنوة اليوم جايبين وجايبين لنا جديد أغاني نقدروا نقولهم على أنهم أول مرة من الاستوديو عندنا. هيك سي عبد الواحد تماما غادي نسمعوا الأول أغنية والحومة. ديروا الحومة، نبداو بالحومة، يلا نبداو بالحومة وغادي نسمعوها توت سويت في برنامج توب سايف. هذه القطعه تتكلم على داك المساله اللي كنتي تكلمتي عليها قبيله ديال السبعينات، وهذا تتقول لي رجعت بخيالي البعيد ذكرت ايامي وحلامي، ايام صبايا في الحومه الزينه فين تربينا. نعم. فكرت العشره القديمه، الجامع واللوحه والفران، كيره وخليفه وبصالح غابوا عني في هذا الزمان، الصدق والحياه في الصبي والحشمه في الوجوه تبان. نعم. على كبار الحومه النادي يا عجبة في هذا الزمان، تفكرت المسيد ومراحو شحال انا قريت في الواحو البقية. الله انا هذا كيرو معجبة كبيرة بالكلمات ديال الاغاني. هذه الحومة تتكلم على الحومة بصفة عامة، ولكن هاد الكلمة ديال كيرا وخليفة وبصالح هادو غيعرفوهم أبناء الحي المحمدي، لأن هادو كانوا هما المتنفس ديال أبناء الحي المحمدي. نعم، كانوا كيمشيو لعندهم كيقصدوهم. خليفة معروف اللي كان كيدير الحلقة، كيرا كان واحد فكاهي خطير جدا اللي كان يعني مع هذا، وبصالح كان واحد الانسان اللي كان كيبيع المأكولات الشعبيه. يعني الا دخلتي تفرجتي في السينما السعاده خاص البيجي يكون عندك ديال السينما ديال بصالح. وشنو تغير في الحي المحمدي ما بين الامس واليوم؟ بزاف. كيصبح اليوم الحي المحمدي بزاف تغير، بزاف الحي المحمدي زعما مشاو دوك الرموز ديالو، تغير دوك الملامح ديالو، بزاف ديال المناطق كانت يعني متنفس لابناء الحي ما بقاتش، ما عطينوش حقو كما تعطاش كما الحي المحمدي تهمش بزاف، ومع انه منطلق ديال الظاهره ومنطلق ديال الممثلين يعني مرتع من مراتع الفن في المغرب زعما صراحه. كاين الفنان اللي يمكن له يغني على 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 بلاصه كيعشقها، وبعض المرات يمكن له يغني بمراره على الواقع اللي وصل له. وكاين ايضا الفكاهي اللي يمكن له كيف تنقولوا هو كيضحك الناس ولكن في قلبه راه كيبكي. ومن بينهم يعني من الكوميديين المتميزين فوق خشبه المسرح سي محمد الخياري اللي معنا مباشره. مرحبا بك سي الخياري. مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ لاباس بارك الله فيك. مرحبا بك سي الخياري. أشكركم أنتم. الحمد لله. أشكركم بزاف. مرحبا. تولينا هذه المجموعة الجميلة اللي كل ما على كل ما كيشوك الحمد لله وكيغرغروا عينينا، لأن مانيش نشرح لك الفرحة اللي فيها أنا الآن، وأنا كنت كنسمع الأغنية ديال الحومة وكنت كيفاش كنسمع المداخلات ديالكم. نعم، صداقة كبيرة سي محمد الخياري تجمعك مع مجموعة مسناوة.
طبعا مجموعة مسنوة يعني العلاقة الكبيرة اللي كتجمع بيني وبينهم، وأن الأب الروحي ديالهم السي محمد غاتما رحمه الله كانت علاقة كبيرة بيني وبينه، ولو باران كبير اللي هو العربي غاتما، وبطبيعة الحال بحكم السن ديالي أنا من مواليد 1964 لقيت السي محمد والعربي ديجا كاينين في الساحة الفنية، فبدأت حياتي مع مجموعة مسنوة. نعم، وشني أكثر أغنية كتعشقها السي الخياري في مجموعة مسنوة؟ كلمة مسناوة من الميم تلتاء لأن مسناوة هي خزانة كبيرة للمؤلفات السينما والتليفيلم، لأن مواضيع مسناوة مواضيع كلها تفرح السينما والمسلسلات لحدنا هينا، ولا محمد ولا عود الزرق ولا حمادي ولا رجوع حمادي ولا زعكور ولا واحد لمجموعة ديال الأغاني، لأن مجموعة مسناوة وتسمح لي تعطيني فرصة فيلم عبرني عمري ما قلت هذا الكلام بغيت نقوله اليوم. مجموعة مسناوة هي مجموعة اللي محات ظاهرة ديال كوبي كولي. نعم. نهار بداو مجموعة ديال كمانجة كل شيء دار كمانجة. فجاو مسناوة وجوجوا البوزق مع البانجو وعطاونا نغمة شعبية، واللي جميل في الأمر ونبغي نقولها بقلب كبير وحتى الناس اللي غندوي عليهم تما خصهم يفتخروا، لأن كانوا مجموعة ديال الفنانين يلاه بادين في الساحة الفنية وسيكغاس وفضل مسناوة باش تشهروا. عبد العزيز ستاتيل وما غناش محمد يا وليدي ما يكونش. سعيد سناجيلون ما عاودش، جيت انا نزور هي البحراوي جيت انا نزور داوي حالي ما يكونش، العندليب عبد الله الداوديلون ما قربش، العيطه المسناويه ورجع عيطه الداوديه ما يكونش في الساحه الفنيه. واللي جميل في الامر اكثر هو ان ابطال الاغاني ديال مسناوه فعناصر مسناوه حياوا الروح في مجموعات تقاصت في الشهاده النصفي. فمصطفى اطاسي كون ما مشاش تاكا والمقاربات، رشيد باطمه وحميد باطمه كون ما مشاش الناس غيوال كون راها في القبر. فمجموعة مسناوة عطات أغاني وعطات عناصر اللي هزوا وعود حياة الظاهرة الغيوانية وكلها في افتخار. وهنا يا سي الخياري يعني بغيت نطرح معك واحد سؤال، لأن قبيلة طرحته وحقيقة حتى طرحته لأعضاء المجموعة واللي ما يعني فغيما ما كانش عندهم إجابة، علاش مجموعة مسناوة ما خدتش حقها إعلاميا؟ مجموعة مسناوة بدأت في واحد الزمن كان شوية ما وضحاش فيه الأمور، ذات واحد الزمان اللي كانت واحد الوقت تلفزيون ولا السهرات ولا ادارات كانت فيهم واحد الرقابه. كمجموعات مستوى كانوا كل اغنيه كيغنيوها والا كيتحاسبوا عليها. هذاك محمد ما خلوه فاش دو اولو، شكون محمد شكون محمد فايده به، شخصيه تاريخيه جميله. مجموعات مستوى تقص واحد دم ديال المجموعات الغيوانيه، اصبح كانت تحاسب على اي اغنيه غنتها، كان عندها واحد التعبير مزاجي خطير. هذاك اتذكر سي محمد باطمه الله يرحمه نهار خرجت ملك وشي اللي غناها فيصل وسيف دارت بوم في المغرب، سي محمد عينو غرغرو وانا بارك معاه في واحد الجوله ويقول لي واش هاد الناس ما كيتفكروش سي محمد كتشطو، قال لي هاد الكوتشي هذا اللي كيغنيو عليه وداروا منه دجام والكوتشي جمع كل شيء بطا دير شي، واش ما عرفوش شكون اللي كيجر هاد الكوتشي وكيتعذب باش يركب فيه مول بازاد كيجرو عود، هو يدير عاود يدير زرق بالجام ومهرس الحجر في قدام ولا من يزيد قدام وفي كل ضربة علام، عاود يدير زرق بالجام عرض لك ذاك عمامه ما هو ديما موجود حاضي خيامه، ما هو مربوط لاش الجامو على خيامه عوام جاهز ما بحتامه غفلة في العظام ما فاتش اليوم تخمامه في الثانية عاد خدام. نعم، ما كان العود ولا كيجر الماء من البير، علاش هاد الناس قال لك ما غناوش؟ فهنا كانت عندها عدة شروحات. فمجموعة مسناوة بالنسبة لي أنا رغم أنها تغني الشعبي الحقيقي وتغني الشعبي باحترام، لأن مسناوة اختارت خديت أصوات خطيرة جدا. نعم. العربي باطمان الله يرحمه كان كيقول لي على عبد الواحد اللي معاك تما الضيف عبد الواحد الجميل. أيه. كان كيقول لي صوت التراب، كيقول لي ملي كيبدا يغني عبد الواحد كيبان لي التراب ديال مشروع بن عبود تهز الريح وجاي لعندي. حميد باطمان بوات الدنيا كنا مسمينه العزايا، إلى رغى في حي المحمدي قاعد دروبة كيفيقوا كيسحبوا شي حد مات مع الفجر. كان له صوت خطير جدا، ونتمنى دوزوا لنا موسم الصيدة ولا دوزوا لنا هينا ما حدكم مجموعين، أتمنى باش تعرفي القوة ديال حميد والقوة ديال عبد الواحد واللي جميل هو حسين دك، هذا فنان ديال مسناوة اللي كي كيفاش يغني العيطة راه عجيبة جدا. وبطبيعة الحال كل العناصر دابا الحالية اللي كاينة في مجموعة مستوى اللي دابا هو بالله، وبطبيعة الحال كل الملاذي معول على الفرق، فحتى باقي العناصر دابا اللي كيشكلوا مجموعة مستوى، حيت مستوى ما عمرها كانت أشخاص هي إبداع. أكيد. فتحية لكل واحد لبس قناع
مسناوى احييه واقف له وقفه اجلال. مسناوى المجموعه الشعبيه المحضه الوحيده التي تؤدي اغاني باحترام وما فيهاش خدش الاذان. تبارك الله عليك، وحسيت بالحرقه ديالك سي الخياري. انا سي عبد الواحد، شنو تجاوبوا بشي قصيده؟ غادي نتصدع، غادي نتصدع على مسناوى. يا خويا الخياري، يا خويا الخياري، ما دوزش دوزنا مع شاقلين عبد الواحد. يا عبد الواحد كنت معي دوزنا بزاف زيك وزاك ومسناوى ومسناوى وجوالاته بحال استاذ. قول لهم يغنيوا لك استاذ، قول لهم يغنيوا لك، على الاقل يقول لك كلمات ديال مازال صغيره وشاده حق الله. الزوجه اللي رفضت تفسد ورفضت تغدر وبغات تخدم في جنانات ولا جرح لسانات، قول لهم يغنيوا لك باقا صغيره وشاده حق الله. داكور، هما في الاجتماع نشوفوا. وكنموت عليكم ومزيد من العطاء، وكنشكر الاذاعه الوطنيه بزاف 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 في هذا النهار العظيم اللي هو الجمعه اللي تفكرتوا هذيك المجموعه اللي لا مثيل لها وسمح لي اي فنان شعبي كيتصنت لينا. شكرا سيدي محمد الخياري، بارك الله فيك على هذه الكلمات. شكرا. وحنا كل يوم جمعه كما كنقولوا كنحاولوا يعني احنا بودنا كما قلتي يعني جيل سي محمد الخياري، ايضا جيل ابائنا امهاتنا تعرفوا كثير على مجموعه مسنا، وحنا بغينا شباب اليوم يتعرف على هذه المجموعه، على اعضائها، على قوه اغانيها. معكم دائما مع مجموعه مسنوى، كاين معنا الاستاذ والباحث الاستاذ الكبير في مجال التراث الاستاذ حسن حبيبي. مرحبا بك استاذ حبيبي. اهلا وسهلا. مرحبا بك، نهار كبير هذا استاذ. الله يبارك فيك، كيداير انتم بخير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. طيب، وكنحييك على اولا على حسن الاختيار، على اختيار هذه الوصفه الجميله اللي قدمتي للمستمعين. هي وصفه غنائيه، لي زانغريديون ديالها هما دوك الناس اللي معاك، مجموعه ديال مسناوى الاستثنائيين، وكنتمنى انني نكون غنوفيهم حقهم في التعبير عليهم ولو ان الحيز الزمني ما كيسمحش. تفضل استاذ حبيبي. كنشكر كل الطاقم المشرف على هذا البرنامج. مرحبا بك استاذ حبيبي، يعني مجال تخصصك المجال التراثي، وانت اكثر درايه من الكثير منا يعني في الاغاني المجموعات وفي الموسيقى، شنو الكلمه اللي يمكن لك تقول لنا في حق مجموعه مسناوى؟ ويطول الحديث. اولا الحديث على مسناوى هو عنده شقين بالنسبه لي انا، شق علمي اللي بغينا نقولوا، شق يعني دراسي تاريخي توثيقي، وشق عاطفي. خلينا نبداو في الشق العاطفي اللي هو اولا وكدربنا. عبد الواحد الدار اللي ساكن فيها عبد الواحد قبالته، كاين دابا كاين مارشي ديال الحي محمدي ديال السوق، يعني هذاك كان واحد التيران، وكنا كنتلاقاو عبد الواحد وحنا صغار، يعني لا نتجاوز العمر ديالنا 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وكنا كنلعبوا كرة تما، عبد الواحد كيعقل على هذه المسألات. إذا حنا أنا ولد كارير سنترال، وعبد الواحد كان ساكن في هذيك البلاصة ديال اللي كاين فيها السوق الآن، فاقتسمنا مجموعة ديال الأشياء بالإضافة إلى علاقتي بالإخوة فاطمة، يعني من العربيس محمد الله يرحمهم بجوج، وحسن الله يطول عمره، وعبد الرحيم، حميد، رشيد، اكسيتيرا. بالاضافه للجميل الفتاح اللي معكم الان، اللي هو من نفس التحقوا يعني بمسناوى، كما اللي كنقولوا التحقوا، راه السيد راه عنده دابا زيد من 20 سنه وهو كاين في مسناوى، فهو كيتعتبر كذلك من المؤسسين. انا يحز في خاطري يعني احيانا كنقولوا المؤسسين، كيبقى القيدهم هو عبد الواحد. غنشرفوا السيد وهو باقي في ميدار. تبارك الله ما شاء الله عليه. هذا على المستوى العاطفي. على المستوى العلمي انا كنعتقد او التوثيقي، كنعتقد بان مسناوى هما كيتحسبوا من يعني يمكن نعدوهم من ما يسمى بالظاهره الغوانيه، ولكن اون ميم طون ممكن يكونوا يعني كيحلقوا في واحد الكوكب خاص بهم، اللي ما كتشبههم حتى هما، وهي فرقه لا تشبهها اي فرقه. انا كيذكروني دائما بالتجربه ديال حميد الزاهر. حميد الزاهر بدا وسال المشوار ديالو بوحدو، يعني ما كاينش قبل منه وما كاينش بعد منه. نعم. ولكن اعتقد مسناوى من هذا الصنف، ولا بحال الاخوان النيجري مثلا. النيجري جا وتما ما كانش قبل منهم شي حد، وما جاش بعدهم شي حد، ولو ان كاين شي وحدين اللي حاولوا انهم يديروا بحال النيجري، ولكن بقاو هما استثنائيين. نعم. مسناوى اولا مشاو للتراث، ومشاو لي عن درايه. علاش؟ لانهم استعنوا بواحد السند تراثي كبير جدا، اللي هو معرفتهم بالتراث، هما ابناء منطقه ديال ولاد سيد الاغلبيه منهم،
وكانوا كذلك في علاقة، لأن عبد الواحد ما نسوش بأن العلاقة ديال عبد الواحد مع فاطمة كان علاقة عائلية كذلك، فما كلهم من دوار الشقة ولاد البوزيري. فبس الوليد ديال عبد الواحد أنا كنعقل عليه باقي الله يوريه برحمة الله كان سميتو با الزيراوي، ولكن كنا بقى كنقول ليه با البوزيري. البوزيري لكن فهما من ولاد البوزيري، وهاد ولاد البوزيري هي المنطقة ديال 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 فاطمة. وأول أغنية اللي احنا انا داك في السبعينات وبدايه الثمانينات كنا بانت لينا بحال غريبه ان فرقه شبابيه اللي بحال ناس جوان يغنيو راه يحوم ويغنيو مثلا ديك الشيء مصطلعه يعني، ولا يغنيو مثلا راه يحوم كنعرفوا بانها من الابداع ديال الام ديال المحاده ام ديال عبد الفاطمه. ولكن يعني نتجاوزوا كل هذه المراحل باش لان الحيز ديال الوقت ما غاديش يسمح لنا. بغيت نقول هو ان مسنوى غناو الشعبي بالشعبي بالتونينه ديال الشعبي غنقول التونينه راه كيعرفها دابا الاخوان اللي كيتسمتوا ليا لا جمال الزروني، هو ديك يعني ديك ديك, ديك الروح ديال الشعبي. ما كنغنيش الشعبي بالطابع مديني، كنغنيه كما كتغني الرغايه كما قال الخياري على حميد كبيره. نعم كنغني الصوت اللي هو اجش وحاد مثل الصوت ديال عبد الواحد بحال دوك الشيوخ ديال العيطه، ولكن كنغنيو مثلا بالانتقالات الحقيقيه ديالو. وما مكتبوش فقط بالسالو تعبوا مشاو الى اكثر من ذلك، وانهم خدموا في العيطه الحصباويه ولا العيطه مثلا في العيطه ديال عفوا العيطه ديال الحصبه ولا في العيطه ديال المرساويه خدموها وداروا لها توزيع موسيقي بفضل واحد العازف استثنائي راه مشى دابا كما قال خياري مشى لانه ضخ دماء جديده في 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 مجموعه تغدى اللي هو مصطفى عطاسي. فضل كذلك الاصوات الاستثنائيه ديال حميد ولا ديال رشيد ولا ديال حميد يعني بالملاس اللي كان موجه له التحيه كذلك من المجموعه ما نساوش ولا كذلك فتاح اللي معكم الان. هذو كل اصوات استثنائيه هي كانت الفرقه الوحيده مصطفى عياد والسي حسن مدوني مجموعه باش ما ننساش واحد مجموعه ومصطفى بطبيعه الحال مصطفى عياد الان وصابوا حسن المدوني يعني هما المجموعه اللي كتنتقل من الحبات كما كنقولوا. نعم. من واحد الطرف يعني هما خمسه كتنسمعوا خمسه حبات باصوات مختلفه ومتناغمه ومسترسله ومتكامله. هذه ما كناش نعيشوها فيه هو بطابع بدوي خالص. فهذه المجموعه بالاضافه كذلك الى الريبرتوار. نعم. اللي انا كنشد على يد الخياري اللي قال لك بانهما هذو المواضيع ديال المسلسلات ديال السيت كومات وديال المسلسلات. ف مواضيع اللي ولا هي مواضيع اولا اجتماعيه مواضيع ديال يعني ولو يغنيوا مثلا على العلوه ولا يغنيوا على مثلا سيدي بارك ولا يغنيوا على سميتو، ولكن داخل هذه الاغنيه يضخون كلاما اجتماعيا. نعم. مفيدا يصل بسهوله وبسهوله الى قلب المستمعين والمتلقين بصفه عامه. وانا كنوجه لهم التحيه وكنتمنى انني ما نكونش طولت. لا بالعكس استاذ حسن حبيبي، لا بالعكس مرحبا. حقيقه قربتينا اكثر الموسيقى يعني درتينا دراسه في دقائق يا كسي عبد الفتاح على اغاني على مجموعه سنوات. بارك الله عليك وشكرا لك استاذ حسن حبيبي.